بسم الله، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نتقاسم معكم واحد الكيك اللي كيجي كيك بالشوكولا، كيجي اكثر من رائع، مقادير بسيطه. تبعوا معايا ان شاء الله المقادير في نفس الوقت والطريقه وان شاء الله غادي تعجبكم هذا الكيك. عندي خديت في واحد البول درت فيه جوج بيضات، ضروري تكون بحاله المطبخ عفوا. كناخذ معاهم واحد نص كاس ديال السكر ثاني، ده ما يعادل واحد 60 غرام. دائما العبار بكاس العنبه كيف ما تعرفوا. صافي كنخلطهم غير بالفويل اليدوي، ما كتحتاجش اننا نديرو الطراب الكهربائي. صافي نخلط مزيان بحال هكا حتى كينسجم داك البيض مع السكر سنيده. غادي نضيف واحد رشه ملح ضروري لتصحيح الذوق. غنضيف نص كاس ديال الزيت، ما يعادل 80 مللتر ديال الزيت. كنخلط الكل مزيان بحال هكا، يعني مقادير راه بسيطه جدا وكتعطي النتيجه زوينه. كنخلط الكل بحال هكا بالفوي مزيان حتى كينسجم داك الضروري حتى كينسجم داك البيض مع السكر سنيده والزيت، داك الزيت كيدخل مزيان في البيض. صافي كنخلط الكل. بغيتو ديروها في الخلاط الكهربائي ممكن ديروا الكل في الخلاط الكهربائي، وعاد من بعد كضيفوا الدقيق والكاكاو والخميرة والاختيار. انا صافي كندير غير الفوي اليدوي ما يحتاج. هنايا عندي واحد الكاس ديال الماء عبر العنبه، دائما كاس ديال الماء دافئ ماشي سخون. كنضيف ليه واحد انا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، انا من عشاق القهوه غنزيد واحد شويه. المهم نتوما يا غديروا الا ما بغيتوش ديروا القهوه ممكن تكتفيوا غير بالماء. انا كنضيف القهوه عزيز عليا صراحه، وكتنسجم القهوه مع الشوكولا كتجيب كيجي واحد الذوق رائع. صافي كنخلط الكل. دائما هنايا الماء كيف ما قلت لكم راه ماشي سخون غير دافئ باش ما كيخسرش لينا البيض. صافي كنخلط الكل وكناخذ يعني غادي ناخذ الدقيق. عندي هنايا الدقيق واحد جوج كيسان ديال العنبه كيف ما قلت لكم، عندي واحد جوج كيسان ديال الدقيق ديال العبار دائما بالعلمه، يعني ما يعادل واحد 200 غرام بالضبط. كنغربلوهم بحال هكا كنديروهم في باش نغربلوهم وكنضيفو ليهم. غادي نضيفو هنايا الكاكاو، هنايا الكاكاو المر. كنضيف واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وغادي نضيف هانتوما جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر او ثلاثه المعالق اللي بغيتو، ماشي ضروري ان المهم الا كان البيض كبير غديروا ثلاثه المعالق، الا كان صغير باش ما تجيكمش ثاني قاصحه. المهم جوج معالق كبار من الاحسن باش تكون المقادير مضبوطه. عندي هنا 16 غرام ديال خميره الحلويات، ما يعادل واحد جوج خمارات ديال 8 غرام 8 غرام او 15 غرام. المهم انا درت 16 غرام. غادي نغربل الكل بحال هكا ضروري من هذه العمليه باش كيجي الكيك خاوي من الداخل وخفيف، يعني كيجي اسفنجي. انا كيف ما العاده ما كنسخنش الفرن قبل، فحتى غندخل الكيك عاد غادي نشعل الفرن هكا الكيك كيطيب على خاطرو. المهم كنغربل مزيان هذاك الخليط. المقادير انا اللي عطيتكم انا مضبوطه. هذيك 200 غرام راه الكيسان ما كيكونوش عامرين بزاف حتى للفوق، يعني كيكونوا غاز عاديين. المهم كنخلط الكل بحال هكا مزيان. صافي كنخلطو مزيان وكنوجد المول ديالي اللي غادي ندير فيه الكيك. المول اللي بغيتو، المهم يكون داك المول العجيب كيف ما كنسميوه، المهم اللي كيكون نقدر نعمروه بلا كريم من بعد. صافي كنخلط الكل بحال هكا مزيان حتى كنحصل على هذا الخليط بحال هكا، يعني كنشكل داك رقم 8، يعني راه الكيك صافي هو هذاك، ما خصو لا دقيق لا حتى شي حاجه، هو هذاك. غادي ناخذ المول هنايا. المهم انا درت واحد الغلط، المهم نتوما ما ديروهش الا غير هو غير ماشي غير باش الكيك ما كيبانش لكم، راه انا نتوما غتشوفوا معايا شنو بغيت نقصد. هنايا المول دهنتو بالزبده مزيان ورشيتو بالكاكاو، ياك ممكن انكم في عوض الكاكاو ما ترشوه حتى شي حاجه غير حيت واحد الغلط هانتوما غتشوفوا من بعد شنو طرا ليا. المهم كنفرغ هذاك الكيك كله في داك المول وغادي ندخلها للفران على درجه حراره 170 حتى 180، انا كنشعلو من الفوق ومن التحت اون ميم طون. ولا كان الفرن الغاز راه ضروري كتحطوا الكيك وكديروا غير على التحت 170 عفوا درجه متوسطه حتى كيطيب صافي وكتخرجوه. المهم انا غادي ندخلو خر يطيب وغنوجد هذيك الكريمه اللي غادي نعمر بها الكيك. عندي هنايا فواحد الكاسرونه ضفت جوج كيسان ديال الحليب، يعني
جوج كيسان ديال الحليب باردين، دائما كأس العنبة، وغادي نضيف، هانتوما غتشوفوا معايا جوج كيسان هنايا بالضبط. من بعد غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الشوكولاط الحلو اللي كنديرو ديال الاطفال، جوج معالق ديال الشوكولاط الحلو اللي كنديروه مع الحليب للاطفال. ممكن انكم ما بغيتوش ديروا هذا الشوكولاط الحلو، ديروا الشوكولاط المر. انا صراحه على قبل الاطفال كيجيهم شويه مر، كندير هذا. ممكن انكم ديروا اللي بغيتو. غنضيف جوج معالق كبار ديال النشا يعني مايزينا، جوج معالق عامرين، وغنعاود ندير انا حيت كندير هنايا المزيج ديال الشوكولا المر والشوكولا ديال الحليب. ممكن انكم ديروا اي شوكولات، اما حلو ديال اللي كنديروا في الحليب او المر مره واحده. كيف ما قلت لكم انا الاطفال كنخفف، ضفت هنايا جوج معالق اخرين ديال الكاكاو المر باش كيجي المذاق متعادل. صافي، المهم هنايا كنخلط الكل. صافي كيف ما قلت لكم، ممكن انكم تضيفوا 4 المعالق ديال الشوكولاته الحلو ولا الشوكولاته المر اللي بغيتو، انا كنخلط ما بيناتهم. صافي غنخلط الكل مزيان، ضروري من هذه العمليه قبل ما نحطها فوق النار، والنار تكون مهيله حتى يعني واحد الخليط كيوجع عاقد شويه. هنا ممكن انكم هذه الاثناء ديروا واحد 10 ديال القطع ديال الشوكولا بالحليب ولا الشوكولاته الاسود هنا باش كيزيد هذاك الكريم يجي غني. انا صراحه ما كانش متوفر عندي، ما درتهمش، درت غير الشوكولا بحال هكا. نتوما ضروري ديروا هذيك العشرة القطع او 8 ديال الشوكولات باش كيجي الكيك شويه غني اكثر. صراحه هذه ملاحظه للامانه. صافي غادي ناخذ الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران. هنايا راه الكيك كان سخون، خرجته من الفران. كيف ما قلت لكم هنايا الكيك راه بان داك بحال محروق من الفوق بداك الشوكولا اللي درت في البول. هذا هو الخطا اللي درت، هو غير اللون ديال الشوكولا ماشي محروق، راه غير اللون كي يكون هكا. نتوما لا ما بغيتوش كيف ما قلت لكم ديروا احمد ديروش في المول. صافي هنايا كنسقي الكيكه وهي سخونه بداك الشوكولات داك الحليب البارد، وكنصب فيها الخليط وهو باقي سخون باش كي نخليها كنضربها على سطح العمل وكنخليها فوق سطح العمل حتى كتنشف شويه، عاد كندخلها للثلاجه. هنايا التزيين اختياري، درت واحد شويه ديال اللوز ايفيلي هكا في الجوانب. التزيين كيبقى لكم نتوما كيف ما بغيتوا تزينوا كتزينوا، ولا خطوط ديال الشوكولات ديروها على شكل بحال غديروا، المهم اللي بغيتوا، ولا ترشوها باللوز ايفيلي كلها، ولا المهم داكشي كيبقى لكم الاختيار نتوما. من الاحسن تدخلوها للثلاجه تبرد مزيان باش كتعطيكم النتيجه. هنا انا زربت باش نوريكم غير كيفاش جات من الداخل، راه باقا خاصها تبرد في الثلاجه اكثر، غير خرجتها حيت بغيت نكمل لا فيديو، كنقطعها باش نوريكم. اما نتوما غتخليوها حتى تبرد مزيان وهذاك الكريمه تشد في راسها. كيف ما قلت لكم هذاك الشوكولا ضروري ديروه دوك 8 القطع ولا 10 ديروه في الخليط ديال الكريمه باش كتجي غنيه اكثر وكتجي شويه جامعه راسها. المهم هذه للامانه ما بغيتوش ماشي ضروري، المهم غير انا ما درتوش كيف ما قلت لكم، غير من الاحسن تخليها في الثلاجه تبرد مزيان باش كتعطي نتيجه مزيان وهذاك الكريم كيشد في راسو وكتجي لذيذه. صافي ممكن ان هذاك الكريم اللي عشاق القهوه يزيدوا شويه لاكريم، يزيدوا عفوا شويه القهوه سريعه الذوبان في لاكريم، يديروا شي معلقه ثاني ديال القهوه سريعه الذوبان، او ممكن تكتفيوا بحال هكا. صافي قطعت لكم غير باش تشوفوا القوام ديالها كيف كتجي، راه كتجي كريميه من الداخل، هي كتجي لذيذه بزاف صراحه. انا ما ضفتش داك الشوكولا ومع ذلك جات لذيذه بزاف صراحه. الاطفال كملوها كملوها صافي عجباتهم، كتعرفوا الاطفال مع المذاق ديال الشوكولا. كنتمنى ان شاء الله من كل قلبي انكم تجربوا هذا الكيك ويعجبكم الاطفال ديالكم حتى الكبار علاش لا. تقدموا على الضيوف ديالكم كتجي سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. ان شاء الله الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك واشتراك اللي ما اشتركش في قناتي، ومرحبا مرحبا بالضيوف الجداد ان شاء الله. والى فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.